أوردت بعثة البحرين للحج نبأ وفاة أحد الحجاج البحرينيين الذي يبلغ من العمر 44 عاما، وقد انتقلت البعثة مع الجهات الأمنية السعودية إلى موقع الوفاة، وقد تم التواصل مع أهل المتوفى لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بالتنسيق مع القنصلية البحرينية في المملكة. ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف إبراهيم المسلماني القنصل العام لمملكة البحرين في جدة. في البداية نرحب فيك سعادة القنصل، ولو تطلعنا يعني على آخر الإجراءات التي قامت بها القنصلية تجاه الحاج المتوفى. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. تلقينا خبر مؤسف جدا ظهر اليوم، وفاة حاج بحريني في مكة المكرمة، وفاة طبيعية. الكشف الظاهري تبين توقف القلب والتنفس مما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وهذا كان سبب الوفاة المباشر. ببالغ الحزن والأسى باسمي وباسم القنصلية العامة لمملكة البحرين في جدة، أرفع اسم التعازي والمواساة إلى عائلة المتوفي، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل بواسع رحمته في هذه الأيام المباركة. بالنسبة حق الإجراءات المتبعة فهي أخي الكريم، تبدأ منذ تلقي القنصلية بلاغ الوفاة والتواصل مع السلطات السعودية للوقوف على سبب الوفاة. نعم. إذا كانت هناك شبه جنائية أم وفاة طبيعية أو حادث سير، فيتم إبلاغ أسرة المتوفي عن طريق وزارة الخارجية في مملكة البحرين، إدارة شؤون المواطنين والمقيمين والخدمات القنصلية، ويكون القرار الأول والأخير لعائلة المتوفي. إذا كانت تفضل نقل الجثمان إلى البحرين، يتم استخراج تقارير طبية وتصريح النقل وشهادة الوفاة والتنسيق مع شركة الطيران وتحنيط الجثمان ووضعه داخل تابوت بحضور وإشراف القنصلية. أما إذا كان قرار عائلة دفن الجثمان في مكان الوفاة، فيتم استخراج تصاريح الدفن وشهادة الوفاة وانتظار وصول أهل المتوفي للمشاركة في تشييع الجثمان، ثم يتم تسليمه جميع متعلقات المتوفي بالإضافة إلى شهادة الوفاة والتقارير الطبية بعد ختمها والتصديق عليها من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وقنصلية العامة لمملكة البحرين. نعم، إبراهيم المسلماني القنصل العام لمملكة البحرين في جدة، شكرا جزيلا لك.